أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. المرة الماضية تكلمنا، قرأنا الآيات والأحاديث في طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء من الاستفاضة، لأن احنا يعني التزمنا إن شاء الله بقراءة الكتاب والتعليق في بعض المواضع اللي يلزم فيها التعليق، وبعض المواضع اللي يلزم فيها الشرح والتبيين والإيضاح. اليوم إن شاء الله بنأخذ الآيات والأحاديث في صفة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وقال تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى: قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
وقال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال تعالى: وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا على ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وقال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله العظيم. ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في الكتب المتقدمة على القرآن. أخرج أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين.
أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل لا فظ. ومعنى فظ يعني ليس بسيء الخلق ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق. والغليظ هو الجاف الطبع القاسي، والصخاب يعني صاحب الصوت العالي. قال ابن منظور في لسان العرب: الصخب الصياح والجلبة وشدة الصوت. والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج عن حلمه ولين جانبه وهدوء صوته صلى الله عليه وسلم، حتى في الأماكن التي يكثر فيها الصياح مثل الأسواق. ولا يدفع ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر. ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم الملة العوجاء، وفي رواية حتى يقيم به الملة العوجاء، بأن يقول لا إله إلا الله يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قوله قلوبا غلف، القلب الأغلف، كلمة غلفة يعني جمع أغلف، يعني هو الذي لا يفهم، القلب الذي لا يفهم صاحبه. وكلمة غلف جاء من الغلاف، شيء المغلف يعني لا يستطيع أن يصل إليه الفهم، لأن القلب أداة الفهم. وأخرجه ابن إسحاق عن كعب الأحبار بمعناه، وأخرجه البياقي عن عائشة رضي الله عنها مختصرا. وذكر وهب ابن منبه أن الله تعالى أوحى إلى داود في الزابور: يا داود، إنه سيأتي من بعدك نبي اسمه أحمد، ومحمد صادقا سيدا لا أغضب عليه أبدا. أو يعني ربنا وصفه بالصدق والسيادة، وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد. لذلك يعني هو حقيق بالسيادة، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبدا. يبقى في موقف القيامة لما يغضب سبحانه وتعالى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا شديدا لم يغضب قبله مثله قط، ولن يغضب بعده مثله قط، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يناله هذا الغضب. نعم. وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم، لأن الأنبياء معصومين، فكيف يصدر منه معصية أصلا؟ وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: أي جميع ما فرط منه قديما في الجاهلية قبل الرسالة وحديثا بعد الرسالة، وهذا لا يستلزم ارتكاب المعصية منه صلى الله عليه وسلم، كما يقال: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وقال سفيان الثوري: ما تقدم يعني ما عمل في الجاهلية، وما تأخر كل شيء لم يعمله. يذكر مثل ذلك على طريق التأكيد، كما يقال: أعطى لمن رآه ومن لم يره، وضرب من لقيه ومن لم يلقه، عن المظهري. وفي مختصر تفسير ابن كثير: هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره، وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره: غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة، يعني معصوم أبدا، التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر وسيدهم على الإطلاق في الدنيا والآخرة. وأمته مرحومة: أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء، وفرضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء. إلى أن قال: يا داود، إني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها. نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله يعني نكمل في المرة القادمة. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.